اهلا، معكم اثير من تيم سيفورا الظهران. اليوم حتكلم معاكم عن البرونزينج. حنتكلم عن ابرز التقنيات في البرونزينج، حنتكلم عن التولز المستخدمه في البرونزينج، وبرضه حنتكلم عن انواع البرونزينج اذا كان باودر او اذا كان كريم. الكريم يفضل استعماله للبشره الجافه او المختلطه لتمييل الجافه، بينما الباودر يفضل استخدامه للدهنيه. ليش؟ اولا لما نستعمل برونزر كريم على بشره دهنيه حيتحرك معاها، ما حيثبت لفتره طويله، احنا نفضل نستعملها الباودر عشان يمسك على بشرتها. فالمواد اللي معاي اليوم بشرتها جافه تميل الى ان تكون حساسه، فانا افضل استعمل لها الكريم عشان يبقى معاها لفتره اطول ويعطيها لون اقوى. انا هذه الجهه راح اسوي لها فيها كونتور واضح، اسوي لها برونز، اسوي لها بلاش، حوريكم الفول لوك. والجهه هذه حسوي برونز خفيف للناس اللي ما تحب اللوك الاوفر شوي على وجهها. يعتمد اختيار البرونزر على نوع البشره، على اندرتون البشره بعد، اللي هم الاندرتونز الثلاثه اللي حيكون الدافي والمحايد والبارد. الموديل هنا عندي الاندرتون حقها دافي، اذا افضل استخدم لها شيء يميل لدرجات الاصفر عشان يعطيها لون مناسب يبقى معاها وبرضه ما يقلب لها اشي او رمادي. اول خطوه اللي هي الهايلايتر، حستخدم لها درجه اورجازم من نارز للهايلايت. الطريقه المثاليه لتوزيع هذا المنتج اني احطه على ايدي هذا الشكل، واخذ فرشه تكون شويه منفوشه بس بريسايس، اللي هي المالتي تاسكينج من سيفورا، بهذا الشكل ادمج واخذ اللي يحتاجه وازود كل ما احتجت. راح ابدا من هذه المنطقه بهذا الشكل واطلع على فوق بهذا الشكل، حيكون عندنا الهايلايت. اذا احتجنا نزود نقدر ناخذ من الكميه اللي حطيناها وبهذا الشكل. اهم شيء ما نسوي هذه الحركه كذا لانه حيبقع معاكم، بس بهذا الشكل بطريقه جدا خفيفه نزود. بعد ما ندمج نقدر نزود على راحتنا الكمية اللي نحتاجها ونحس ان احنا مرتاحين معاها. ثاني خطوة حتكون معاكم الكونتورينج، اللي زي ما قلنا اللي هو الظل، حستخدم لها من سيفورا سكالبتينج. نقدر نستعمله كونتور وبرونزر، بس انا اليوم حستعمله لها ككونتور. اخترت لها هذه الدرجة لان اندرتون الموديل عندي وورم، فاحتاج لها شيء يكون فيه اصفر شوي على ايدي، او تقدرون تسوون هذه الحركة بعد، بس يعني على ايدي احسن عشان نصير في كنترول شوي. تقدرون تمسكون الفرشة بهذا الشكل عشان يكون معاكم بريسايس أكثر، هذا الشكل، ونوزع وندمج طريقة دائرية وعلى فوق ما أنزل لتحت. هنا عشان أكمل الإطلالة وأحط للموديل شوية بلاشر، هستخدم لها فلوليس فيس باليت الجديد من سيفورا، طبعا يجيب ثلاث درجات. حيكون لكم درجتين هايلايت، بلاشر كريمي، كومباكت باودر، برونزر وبلاشر باودر. طبعا سعره جدا مناسب. هاخذ بهذه الفرشه اللي هي فرشه بلاشينج بهذا الشكل، واخفف على ايدي، ابدا اوزع بهذا الشكل، ابدا اوزع لها البلاش. باقي لنا بس نستعمل لها برونزر. اليوم انا حابه استعمل لها تو فيس ناتشرال فيس باليت، هاخذ لها درجه تناسب لونها، هذه حتكون اقرب درجه لونها. بفرشه بلاش او بفرشه المالتي تاسكينج اللي استخدمتها سابقا نقدر نسوي كذا ونشيل الزايد ونبدأ نوزع، نعطيها برونز تصير سانكس هذا الشكل. أنا طبعاً قاعدة أمشي عليه كله عشان أخلي كله مدموج ويعطيها أبعاد جميلة للوجه. زي ما ذكرت لكم وعرفتكم على هذا اللوك اللي هو الفول لوك مع فونديشن، الجهة الثانية حسوي لكم لوك بسيط تقدرين تسوينه بفونديشن أو بدون فونديشن. طبعاً أول خطوة إذا أنت حابة تحطينه على بير فيس، اول شيء لازم تحطين كريم مرطب برايمر. ليش؟ عشان يمسك معاك اللون وما يتحرك. حستخدم لها بالبدايه البرايمر تبع سماش بوكس بهذا الشكل. ثاني خطوه حرجع اخذ فرشه المالتي تاسكينج برونزر فينتي بيوتي درجه برايفت ايلاند. ما نقدر نحط منها كميه كبيره حيبقع، لا ننسى ان احنا محطين فاونديشن، فاحنا نبغى يكون اطلاله طبيعيه، يصير بس شكلها سنكست شويه بهذا الشكل، ونخفف هذا الشكل ونخفف، ونبدأ من عظمة الجبين إلى الفك هذا الشكل. بهذه المنطقة دمجت بشكل يعني أقرب ما يميل إلى العشوائي شوي عشان يكون معانا ناتشرال. بهذه المنطقة لا، حددت شوي لأن عندي كذا خطوة، فالحين راح أرجع أدمج بهذا الشكل كذا تمام، حيكون معاها طبيعي. بس إذا أنتم حابين يكون معاكم أقوى وأكثر تقدرين تزودين كمية قليلة هذا الشكل. طبعا لما نسوي برونز
طبيعي لازم ما ننسى يعني مناطق الوجه، يعني مو بس من هذه الجهه، احنا مو قاعدين نسوي كونتورينج، احنا قاعدين نسوي برونز. فبس نخلص من هذه المنطقه وندمجها بشكل كويس، لا ننسى نطلع لهذه المنطقه، منطقه الانف لازم يكون فيها شويه برونز، الشن اذا حابين بعد حيطلع شكله مره حلو. لنفترض انه انتم تدمجون هذا حسيتوه تو ماتش، حسيتوه شويه مو مدموج معاكم كويس، برضو تقدرون تسوون نفس التب اللي سويتها بهذه الجهه لما نظفت لها خط الفك، ناخذ لوس باودر يعني بودر خفيف نقدر نزود عليه شوي حيخف معاكم اللون. اذا حبينا يعني حد زياده تقدرون تسوون هذه الطريقه. الحين بسوي لها شوي هايلايت من اور جلاس، حيكون معانا ستيك كريمي زي ما ذكرنا، برضو الاختيار البرونزر الكونتور الهايلايت لازم نراعي فيه البشره والاندرتون، فهذا جايكم على صفار شوي حيكون مناسب للاندرتون. واضح معاكم الهايلايت هذا الشكل، حيكون هايلايتر جدا طبيعي ومدموج مع البرونزر اللي سويناه، كذا حتكون معاكم اطلاله طبيعيه. وزي ما ذكرت لو حابين تزودون الكميه على طول دايركتلي بهذا الشكل، حوريكم كيف نقدر نزيد الكميه. هذا الشكل كميه جدا قليله ونسوي لها بلندنج. هذا الشكل، هذا الشكل حيكون معانا اللوك كامل، هنا حيكون معاكم اللوك الطبيعي اللي نقدر نحطه اذا احنا حاطين لايت كفرج فونديشن او اذا احنا حاطين شيء، بس اهم شيء نرطب نحط برايمر عشان يثبت معانا. هنا حيكون معاكم الفول لوك مع كل الخطوات الاربعه اذا انتم حاطين فونديشن. كذا تكون حلقتنا انتهت، تعلمتوا فيها معاي تيبس وتريكس، اذا حابون تشوفون زياده منها تقدرون تتابعونا وتسوون لايك وسبسكرايب. شكرا لمتابعتكم، باي.